عمرك هو أكثر سؤال تكرهه المرأة كما هو معلوم عند العام والخاص. أما بالنسبة للرجل فإن أكثر سؤال يكرهه هو شحال تخلص. الراتب بالنسبة للرجل هو من الأسرار التي لا يحبذ الكشف عنها حتى وإن كان لأقرب المقربين. هو موضوعنا اليوم لعدد جديد من برنامج صوت البلاد، تابعوا معنا. الجزائريات يعني سيغتو لي جون في ولا كتقصيها تقول لها شحال في عمرك ما تحبش تقول لك، علاش ما يحبوش يقولوا شحال لك؟ يستحيو هذا ما كان يستحيو برك تقول لك انا كبيره، بصح انا عمري ما استحيت بعمري. كيسقسوني نقولها عادي عادي ولا غير عادي يستحيو برك. تسمى حشمه حشمه برك ما كاين والو. الرجال تاعنا لي زالجيريان ما كيتسقسيه شحال يخلص ما يحبش يقول لك شحال. بتات كاين اللي يقول لك يعينوني، بتات كاين اللي شهريته كبيره ويخاف هاو في الساعه على برا. لا لا وعلاش هو راجل راجل يقعد كل يوم راجل، بصح الشهريه كي تعرفي راجل كاين اللي يعرف لها كاين اللي لا لا. هاي داخله في هذه في غيبه الحال باسكو انا لا بلي بار جزائريه الزوج صغار 14 25 باكيه فوق 30 داخله في العنوسه بايره. كنقولها شحال في عمرك باك انا تقول لي في عمري 30 نقولها واه كثر انت يا باك كي داخله في 42 تزعف تحكمها الغمه تحكمها كلش. ايه اختي غير كي اداوي وتنقصر مع وحده نقصر معها قلت لها سبحان الله ما تبانيش باش نجبد انا الله شتاها. قالت لي انا في عمري 29 قلت لها الله ما تلحقي 29 انت فايته. قالت لي كي قلت لها غير فايته. قالت لي الرجل الجزائري علاش ما يحبش اللي يسقسيه شحال تخلص؟ فهمي المحاجه بيرسونال كان يحب يقول كان ما يهضرش هذه تولي الجزائري برك انا كنت سقسيني ما عطيكش طالع نقول لك خلص سبعه ونخلص زوج ملايين شغل هذه داخله وحقو رياض جارتي وعلاش فهمتيني اختي. انا بين قوسين صح المراه تتحرش كيقولها شحال في عمرها، علاش؟ نورمال ما لازمش تحرش باسكو كيما قلنا بصاص في العهد الحديث الصحيح اعمار امتي ما بين 60 و 70 بلادهم يدير في بالو 60 سنه تقدر عليه ملك الموت 30 40 50 بلادهم ما يتكومبليكاش. فخاصة على نشوفوا المر مرحلة عويصة ونشوفوا العنوسة كثرت في الجزائر ولات المرأة تحرج تقول شحال في عمرها، هذا هو السبب. هذا بين قوسين هذه معروفة، ما واحد يقول لي شحال خلاص يتحرج، علاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول اقتوا حواجئكم في السر والكتمان. هذا أمر كما يقولوا نعم المال الصالح للرجل الصالح. كان يخلص شوية ما يقولش، كان يخلص بزاف ما يقولش. هذه سنة الله في خلقه. في رأيي نقول لك باسكو سالير تاع لي زالجيريان كومبليتمون شغل ما كاش ما يخلص 3 ملايين ونص ولا يخلص 2 ملايين ما تكفيش. شغل يحشم بالشهريه تاعو. هذا هو الحاجه الاولى للراجل الجزائري ما يحبش يقول لك شحال نخلص. كيما كوم لي زوروبيان. عندهم سالير انتيك يقدر يكري، يقدر يعيش حياته، يقدر يعيش الرفاهيه في الاوروب. حنا في الجزائر لهنايا تكري دار ب 2 ملايين وباش تصرف ما كاش تسمى شغل دائما عندنا مشاكل. سي بور سا الراجل ما يقدرش يقول شحال صالير تاعو، هذا هو شغل العامل الرئيسي. بالنسبه للمراه الجزائريه اكثر سؤال تكرهه هو شحال في عمرك، في رايك وعلاش؟ في رايي الشيطان وتوسويس، هذا الشيطان وتوسويس ربي يهديهم ان شاء الله. هي صافي ريان دير كي تقول المراه شحال في عمرها، ما فيها والو ما فيها والو، حاجه سيريان ديتو هذه ابسط الامور هذو هما من الوسواس والشيطان الله يسترنا. كي تقول لها شحال في عمرك تتوسوس، هذا قضاء الله وقدره. احنا بعدنا على الدين، بعدنا على دير ناس بور سا صرنا هكذا، كي بعدنا على الدين صرنا هكذا. ما تحبش مادام بها تقعد صغيره، ماشي غير المراه، ميم الراجل، ميم الراجل ما يتقبلهاش. واش يعني والمراه تبان كي تكون في كبر في العمر تبان باللي وكاين اللي يديروا الاستيتيك باش يقعدوا صغار اللي يديروا الاستيتيك كي تقولوا على الشهريه تاعك ما يحبش ما يتقبلها ما يحبش مادا به ميم يخلص قليل مادا به ما يحبش يقول باللي راني نخلص طون ما يتقبلهاش ما يحبش.
باسكو فلا ربما تكون هي كبيره في لاج وحاكمه روحها، يعني ما تحبش تقول كيما نقول حنا ما تبينش روحها باللي سي تادير راهي كبيره بزاف. سؤال واحد اخر، وعلاش الراجل ما يحبش يقول الصالير تاعو، ما يحبش يقول شحال يخلص؟ إيه سؤال على الصالير، سا ديبون. درك بالك كاين اللي يخاف من العين، كاين اللي يخاف سي تادير يخاف سي تادير يضربوه الناس بالعين ولا كذا ولا ليه، ولا كيما نقولوا كاش ما يتبعوه الناس سي تادير باش يسرقوه ولا كذا، سي بور سا ما يحبش يبين روحه بلي شحال يخلص. بون كاين وكاين، كاين اللي تحشم تقول لك لاش تاعي سي حاجه خاصه بيا، مي هي جاب لي ربي كي تستحي وما تحبش تبان كبيره، جينيرالمون لا فام ما تحبش تبان كبيره، دونك اوتوماتيكمون ما تحبش تعطي لاش تاعها، تقول بيتيت يحسبوني كبيره ولا وكاين نو تاخذها عادي، تقول لك لاش تاعي ما نحشمش به في عمري كدا، يبقى نقول انا في عمري هكذا. حاجه واحده اخرى بالنسبه للرجال، نشوفوهم ما يحبوش يمدوا الصالير تاعهم شحال يخلص. شوفي في لي كيسيون لو سالير ماشي غير رجال، ما منسى هذه جاب لي ربي راهي عامه، وين تلقاي راجل ما يقولكش، تلقاي مرة ثانيه ما تقولكش، تقول لك هذه سي لانتيميتي تاعي، دخلتي في دومي دي زوي ماتر، تقول لك حاجه خاصه بيا ما نقولهاش. ميم الراجل ما يحبش يقول الصالير تاعو، يخاف بيتيت الناس تطمع فيه، من جهه المراه يقول لك ما نقولهاش باش ما تطمعش فيا، ولا تشوفني تشوفني اوتون كو راجل، ما تشوفنيش اوتون كو ماده. وثاني كاين يخاف من العين، يقول لك ما نقولش باسكو يخاف من العين، يقول لك بيتيت يضربوني بعين، هذا ما كان لا بريوريتي كاع باين شحال يخلص، 2 ملايين و500 انا نقولها لك. بصح كاين عباد يصرفوا دوك نقول لك كابو بيصرف 500,000 للجورنيه هو يخلص 2 ملايين ونص للشهر. وعلاش ما يقولش كيسقسوا شحال تخلص، وعلاش ما يقولش؟ ما يقولش لخاطرش هذه هي لا ريبونس، لخاطرش يصرف في النهار اكثر من اللي يخلص في الشهر. ونشوفوا بزاف نساء كيسقسوهم شحال في عمرك يحشموا يقولوا، وعلاش؟ نساء كيقولوا شحال في عمرك؟ هذيك بينها وبين روحها، دوك هذاك الامر خصها شخصي، امر شخصي، دوك واحد كاباب كان تحشم كاباب وحده على لا كل حاجه، مي شخصي طفله قلت لها شحال في عمرك ونعطيك لا ريبونس ديالي على حساب تخمامي. كاين اللي يحشموا، كاين اللي يكذبوا، كاين اللي كل وحده وكيفها. تاوعنا الجزائريين يحشموا يقولوا شحال يخلصوا. يحشموا باش ما باش هذوك اللي ذم اللي ما يضحكوش عليهم شحال يخلصوا هكا. كيما انايا نخلص كارونسيس نقول لك ديريكت. الله يبارك يبارك فيك. مي كاين اللي يحشموا. اكثر سؤال تكرهه المراه الجزائريه هو شحال في عمرك، واش رايك انت كي تسقسي المراه شحال في عمرك، علاش ما تحبش؟ اي انا كاين اللي موسوس هاو البروبليم، وين كيما انا يسقسوني عادي نورمال. والمراه علاش كي نسقسوا المراه نقول لها شحال في عمرك ما تحبش تقول لنا؟ ايه خاطرش باش ما يضربوهاش بعيد. هذه هي باينه علاش، باسكو دوك انا يعني خدام نقول له زعما نجي دخل الحومه يقول لي زعما صاحبي شحال تخلص، علاش تحوش شحال نخلص داخل معايا شريك ولا، باسكو انايا نحشم نقول واحد شحال تخلص، شي مليح تقرايات اختي كي فاهمه. ونشوفوا بزاف نساء لي زالجيريان تاعنا ما يحبوش يقولوا شحال في عمرهم، وعلاش؟ وعلاش ما يقولوش شحال في عمرهم؟ بالك ما على باليش، بالك يخافوا يتكومبليكساو يقولها زعما تقولوا زعما طفله في عمرها 25 ولا 20 اون 20 قولوا طفله في عمرها 20 وشخصيه واحد شحال في عمرك تحشم تقول له 20 باسكو بالك يبهدلها يقولها كعجوز هكذا كي فاهمه. انا نقول الراجل اللي كراه شحال تخلص سافوار، بالك كاين اللي يحشم الشهريه ديالو، كاين اللي توسوس بالك يقول ما عباليش انا ما يحبش اللي يسمع واحد اخر شحال الشهريه ديالو، اسافوار كل واحد كيفاش اختي. كاين اللي ما يعجبوش الحال كي تقول له شحال تخلص، ما يقول بالك راه يعيش فيا هذا توسوس منك، اسافوار حنا جايين كامل ما نحبوش هذاك شحال تخلص ولا. اكثر سؤال تكرهه هو شحال في عمرك؟ العمر ديالها تاع المراه. المراه تقول لك بالك راني بان صغيره، بالك راني بان عجوزه، اسافوار تاع المراه هذه كيفاش تبان. وكاين اللي توسوس بالك تقول تما كاين اللي يعطوها لاج تاعها صغير وهي تبان كبيره، شايفه كيفاش؟ هذه المراه جاب لها ربي علاش تكرهها؟ يكرهوا كل شحال توزن الى مزوجه شحال خطبوك من مره يكرهوا كل حاجه.
كما كنتوا تشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، كان عددنا اليوم لبرنامج صوت البلاد، كانت هذه آراء المواطنين حول السؤالين اللي يكرهوهم الجزائريين بالنساء والرجال، شحال عمرك وشحال تخلص؟ أنا مقعد ليلة نقول لكم تهلاو في رواحكم، سلام.